معلش الناس اللي كانوا في الحمام. قشر البيض الني، الني فقط لا غير، قشر البيض الني اللي احنا بناخده نعمله اومليتا، محمر، عيون، غازات، اي حاجه. قشر بيض بس يكون ابيض مش اصفر، مش البيض الاصفر. البيضتين دول مش بتوعك، البيضتين دول للمسكات للزغلول، البيضتين دول هما للمسكات للزغلول بس. انتي لا، انتي ابيض هو اصفر بني، واللبيب بالاشارات يفهم. قشر البيض المعقم في ميه عند خل، بيض مزارع، بيض بلدي، بيض حطيه على سور البلكونة ينشف. قشر البيض المعقم في ميه عند خل، بيض مزارع، بيض بلدي، بيض حطيه على سور البلكونة ينشف. او العصافير تاكله لحد لما يبقى بودرة. وهذا هو شكله من قديم الأزل بعمله. حطي على قشر البيض شوية ماء ورد ومية في برطمان، وانقعي قشر البيض بتاعك المطحون. بيتي يس، صباح الخير، صباح الزفت على دماغ امك، قد ابوك سابني في حالي. عرفت منين انه هو خير اصلا؟ لا خير اهو خير ربنا كتير. بعد لما بتنقعيه وبتفتحيه ريحته ماء زهر يجنن. يس السينما الصامتة دي عملت كده مرة في الفسفس، نزلوا عليا يشتمونني ومسحوه بيا الارض في فيديو كنت عاملاه لمعهد الصم والبكم، وكنت لابسه في فستان بيتي. كالسيوم الله يهدكم اعصاري، وخلي خلاصه كالسيوم قشر البيض يا بدان. اهو شوفي هتلاقي مثل الحليب، مثل الحليب والله. او اعترمي الباقي، هوريكي تعملي ده بستين روح. قشر البيض ده بستين روح. طلع عينه الاول، اخد الورد انزل بيه هنا اهو كده اهو هنا اهو. بودرة ناعمة جميلة، ريحتها ورد، ريحتها ماء ورد. يس كد ات شوية جريسلين طفف وش الناس. يس حط جريسلين على قشر البيض يا معلم، حط
هنحط جريسلين. يس كمان هنحط هنا غزو عند الرياح وصبار ملعقة كبيرة من الصبار فوق قشر البيت. هنعمل ايه تاني يا ابي؟ هنقلب المواد دي هيا تصبح عندك مقشر. اوكي لسه هنا ده لسه لبن بتاعه لسه. يس لبن نضافي نضافي. ادي المقشر بتاعك العجيب تقدري تزودي عليه شوية سكر تموين لو حبيتي. ملعقة لبن بودرة من عند الولا حموقة، ابعتي الولا حموقة يشتريك ملعقة لبن بودرة انزلي بيها فوق قشر البيت. لبن رضاعة، لبن بزازات، اي حاجة، هاتي اي لبن رايت. تمام خلاص. لا مش خلاص، طلعي كوزك بقى من الدولاب يا اختي، خدي منه ملعقة اكل كبيرة مترعمة من النشا. اهو كل ده من مية قشر البيض. امال النملية تكون باينة؟ لا مش باينة. اهو اهو شايفة قشر البيض المية. اول مرة حد يعمل لك حاجة من قشر البيض مية. ازباري ازباري هتشوف ريحة موارد جميل لاول مرة يا اختي. يلا انت قاعدة قومي شوفي لك كرتونة بيض او تخلصيني وفقشيها. اعملي اومليتة للزغلول. مات الزغلول اكلي روحك ولا تزعلي. نو بروبلم. ممكن نشتغل بحرص. Need to get another one. انت خرجي وقلبي عشان ما يتحرقش يا اختي منك. انت رجعيه تاني جوه على النار ورجعيه على النار عشان تتحكمي في السخونة. خرجيه قبل ما يتلسع. يس ودخليه تاني اللبن البودرة مع قشر البيض وخرجيه بسرعة وقلبيه شوية ورجعي دخليه واطفي النار عليه وقلبي بسرعة 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 بسرعة. أرخص حاجة للفقراء. أوكي وهتيجي عليه بزيت الزيتون ملعقة. او زيت الجوز هند. انا حطيت زيت جوز هند. عايزه تحطي زيت زيتون حط. بيطف جريسلين ملعقة. من الصيدلية جريسلين. ثواني اجيبه. الوفيرا ملعقة اكل كبيرة من الصبار فوق الوصفة بتاعتك. هل في اثر لأي قشر بيض يا ابي في الكريمة دهيا؟ لا كلا وبتة. كل اللي موجود هنا خرج اصلا اتحط عليه مكملاته الغذائية للتقشير. اضربي عند وهنا نسكت قليلا ونديكم السر في الخلطة السحرية بتاعت حليب قشر البيض لأول مرة. حليب كده كده بشرة زجاجية جبارة
بشرة زجاجية جبارة بصراحة، بشرة فعلا هتخليكي تحبي وتعشقي قشر البيض. قشر البيض اللي انتي بترميه في الزبالة عملت منه مقشر وعملت منه كريم. بالليل والدنيا ضلمة دلقت عليا ميه، قال ايه مش قصدها يغلس دمها، سربت اهلها عاوزين اطلع لها، مراخيرها 4 كيلو، شعرها بالليل بتشيله، والقرد يا بابوها ومتبري منها بالليل. يس بتمطر، يلا انزلي بكريمه بتاعتك الساحرة الجبارة، كريمة قشر البيض على قد الايد. يلا يا شابة منك لها، قومي انقعي قشر البيض قبل ما تنامي، والصبح انقعي في ماء ورد امامك. كريم زجاجي بيحسن من البشرة، بيعالج البشرة من شوية قشر بيض. كريم قشر البيض الساحر الجبار امامك اهو، قشر البيض في ايدي، بصي الساحر الجبار يترك على البشرة طول الليل، يشطف في الصباح ويكرر في المساء. في عفريت المطبخ، فيه عفريت، ايدي مالها، ايدي مالها، اهي ايدي، الكريم اهو قدامكم، انا عملت حاجة، ايدي امامكم اهي، الكريم اهو من قشر البيض اهو، مالها ايدي. القاهرة، لا هنا لندن، هنا لندن، يحفظ في التلاجة، يحفظ خارج التلاجة، يحفظ في التلاجة، يحفظ خارج التلاجة. يس من قشر البيض والقطنة ما بتكدبش.